بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين. أيها الأحبة مشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة، وأسعد الله مساءكم وتقبل خير طاعاتكم وأعمالكم. كذلك التحية للأحبة الحاضرين معنا، حياكم الله بتحية أهل الجنة، ونحن وإياكم نلتقي في رحاب المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، وهذا البرنامج المتميز، وكيف لا يكون كذلك، وهو يجمع ما بين القرآن والعترة. نعم، مائدة الثقلين. مائدة الثقلين، هذا البرنامج الرمضاني الذي ترعاه العتبة العباسية المقدسة في هذه الليالي المباركة، ليالي شهر رمضان، وبهذا الجوار الطيب، جوار مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام، المتضمن مجموعة من الفقرات العلمية الرائعة والجميلة، ومضافا إلى ما تعودتم عليه ضمن السلسلة الرمضانية الخاصة بنا، وهي المسابقة القرآنية الفرقية بموسمها السادس، وتحديداً الحلقة الثانية والمرحلة الثانية، مرحلة التسقيط الفردي. أيها الأحبة، نحن وإياكم نلتقي ونجمع ما بين الثقلين الشريفين القرآن والعترة في هذا البرنامج، وهو جزء من رسالة معهد القرآن الكريم الذي ينتمي لهذه العتبة المطهرة، فهم حريصون دوما وأبدا على أن يكون القرآن الكريم وفكر أهل البيت عليهم السلام حاضرا معنا في كل يوم، فما بالك بشهر رمضان المبارك. نعم أيها الأحبة، نلتقي ونعلم أن قلوبكم تشتاق لتلك الأدعية الجميلة التي أثرت عن أهل البيت عليهم السلام، إذن سنسافر سويا، بل تعرج الأرواح نحو خالقها. نعم أيها الأحبة، مع أدعية الأيام، وبالتأكيد من قبلها لابد من تحية، والبداية ممن هو قريب علي، جناب الشيخ جواد النصراوي مدير معهد القرآن الكريم. حياكم الله شيخ جواد. حياكم الله سيد المصطفى. حياكم الله جناب الشيخ، أهلا وسهلا. الله يبارك فيكم إن شاء الله، والتحية موصولة بجناب الدكتور الشيخ منجد الكعبي. حياكم الله شيخنا. حياكم الله. كذلك تحية حب للقارئ العزيز محمد رضا سلمان. حياكم الله. حياك الله حبيبي استاذ. وتحية مودة للاستاذ وهاج العبادي الحافظ القرآن الكريم. حياكم الله سيدنا. ومن المحبة والمودة للشوق للاستاذ فيصل مطر. حياكم الله. الله يحفظكم استاذ مصطفى. محبة واحترام وشوق وكلهن للاستاذ عمار سالم الحلي. حياك الله استاذ عمار، الله يبارك فيكم ان شاء الله. كذلك تحية موصولة لكم ايها الاحبة، ولمن هو بجواري العزيز الحبيب السيد حسين. حياك الله استاذ مصطفى، تحية لك وتحية لكادرنا حقيقة اللي يبذل جهود كبيرة، من المخرج الحبيب الاستاذ محمد الياسري، وكل الاحبة خلف الكواليس بهذه العدسة الرائعة التي تنقل لكم مجريات هذه الأحداث وهذه المسابقة. نعم. إذن أيها الأحبة والأعزاء، ننتقل وإياكم القارئ محمد رضا سلمان لنأنس بأدعية أيام شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم زينني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
أحسنتم بارك الله اللهم فيكم. اللهم صل على محمد. طيب الله ونفسك ونفسك. الله شكرا جزيلا أستاذ محمد رضا سلمان. نعم أستاذ مصطفى، أكيد مضامين رائعة جدا يحملها هذا الدعاء الرائع. ومن المضامين الجميلة جدا هذا اللباس الذي ما أن يرتديه الإنسان إلا ويغنى ويسعد، ألا وهو القناعة. شاهدنا هذا الزي الجميل الذي يرتديه الإنسان فيكون في سعادة وفي أمان وفي رضا وفي قناعة. نعم جناب الشيخ، موضوع القناعة من المواضيع المهمة جدا التي باتت تفتقد اليوم عند الكثير من الناس، كيف نتعرف على هذا العنوان من خلالكم إن شاء الله؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. القناعة هي الرضا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذا كان الشخص يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى من رزق، سواء كان هذا الرزق قليل أو كثير، فإذا رضي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى بما قسمه الله له، فهذا هو الإنسان القنوع، هذا هو الإنسان صاحب القناعة. ولنعلم أن القناعة هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فمن أعطي القناعة فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى لما في القناعة من الآثار الإيجابية والخصال الحميدة. من أراد العيش الكريم والعيش الطيب وأن يعيش جمال العيش وأن يمتلك كنزا كبيرا في هذه الدنيا فعليه بالقناعة، حتى ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أطيب العيش القناعة، وورد جمال العيش القناعة، وورد أنه لا كنز كالقناعة. صاحب القناعة لا يعتريه لا هم لا وجل لا خوف لا حزن. لماذا؟ لأنه ما دام أن الله سبحانه وتعالى أراد له الخير فهنيئا لمن أراد الله له الخير. ورد في الرواية المباركة: إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه القناعة وأصلح له زوجه. الآثار المترتبة على القناعة، يعني إذا كان الشخص قنوع هنالك آثار مترتبة على هذه القناعة. أولا العز، يكون عزيزا، لأنه ما دام هذا الإنسان قانع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى له فإنه سوف يكون عزيزا بالقناعة. ورد في الرواية: بالقناعة يكون العز. ثانيا الغنى، ما دام أن هذا الإنسان راضي بما قسمه الله له وبما أعطاه فإنه سوف يستغني عن الخلق، لأنه لا حاجة له بالخلق ما دام أنه راضي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ورد: من قنع برزق الله استغنى عن الخلق. وورد أنه من لزم القناعة زال فقره. الأثر الثالث هو العفاف، لأن صاحب القناعة سوف لا يضطر إلى أن يرتكب محرم أو يظلم أو يخالف ما أمرت به الشريعة، فبذلك إذا كان الإنسان قنوعا فإنه سوف يكون عفيفا، سوف يكون قد عف بطنه وفرجه. من اقتنع بالكفاف، ورد في الرواية: من اقتنع بالكفاف أداه إلى العفاف. والرابع، الأثر الرابع، أن صاحب القناعة مستريح من الناس، وهنيئا لمن ليس له هم عن الناس. المستريح من الناس هو القانع. الأثر الأخير وهو الأهم من آثار القناعة، مضمون الرواية أنه من رضي بالقليل من الرزق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى قبل الله منه اليسير من العمل. أما إذا لم يقتنع ولم يقبل من اليسير فالله لم يقبل له اليسير. ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مكتوب في التوراة: ابن آدم كن كيف شئت كما تدين تدان، من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال
خفت مؤونته. اللهم يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يقبل القليل ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير بحرمة هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان. أحسنتم، شكرا جزيلا على ما بينتم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين. كيف شاهدت هذا الفوائد العظيمة؟ يا الله، أكيد طبعا، يعني مضامين رائعة جدا. إحنا لما نقرأ الدعاء حقيقة، لما نتمعن بمفرداته، جانب آخر راح تنقلنا لو اطلعنا على هذه المفاهيم اللي يتفضل بها أساتذتنا الحاضرين معنا في هذا الجوار المبارك. وانتقال هذه المرة إلى الأستاذ فيصل مطر والمفردة 12. شنو عندنا اليوم إن شاء الله أستاذ فيصل؟ حياكم الله سيدنا. اليوم عندنا لا، أنواع لا نوعين، أكو لا نافية وأكو لا ناهية. طبعا اللا النافية هي الأكثر استعمالا في القرآن. ليش أكثر استعمالا؟ لأنها تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، فعل كل أزمنته ما إلها يعني شروط مخصوصة. أما اللا الناهية فلا تدخل إلا على الأفعال بصيغة الطلب، يعني افعل لا تفعل، هاي يسموها اللا الناهية. يعني تدخل على فعل الأمر؟ لا، مو فعل الأمر، هي طلبية. تدخل على فعل المضارع لكن هي طلبية. نعم. والطلب هو يفهم منه مثل ما الأمر. نعم. صيغة من صيغ الطلب. أحسن. أما اللا الناهية فهي لنفي الكلام، سواء كان اسما فعلا ماضي حاضر أيا كان يعني. جميل. فمن هذا الباب تكون لا النافية أوسع من اللا الناهية. شنو الفرق بيناتهن؟ لو نأخذ مثاليا من الآيات المباركة، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيبة، ولا أقول إني ملك. فهاي اللا نلاحظ دخلت على الأفعال لنفي الكلام. نعم. يعني ما قاعد تطلب من شخص أنت أنه ما يفعل، ما يقوم بفعل شيء معين، فهذه تسمى لا نافية. ومثاله في دخولها على الأسماء، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. حسن. فعلمه علم مصدر اسم. نعم. والله دخلت عليه، فهي تكون لا نافية، هي قاعد تنفي هذا الموضوع. حسن. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. شواهد على الناهية؟ أما الناهية تأتي في صيغة الطلب. الناهية تأتي في صيغة الطلب وتدخل على الفعل فتجزم هذا الفعل. مثلا فلا تقعد بعد الذكرى، هذا قاعد يؤمر، يعني قاعد يطلب من عنده أنه عدم القعود. أو مثال آخر، ولا تدع مع الله إلها آخر، فهو جاي يطلب من عنده الآن أنه بعدم الدعاء يعني أو نسبة الإلوهية إلى بطل. نهي هو طلب للنهي. فبهذا الذي ميزناه لا النافية تكون أوسع وتدخل على الأسماء والأفعال وفي كل الأزمنة. أما لا الناهية فلا تدخل إلا على الأفعال وتكون جازمة للفعل اللي يأتي بعدها. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. الله بارك. الله مفردة يعني شكرا جزيلا أستاذ فيصل على ما يبين طبعا، ومفردات جميلة وقضايا مهمة ودقيقة ينقلها بدقة وبعناية ويبسطها حتى توصل للمشاهد الكريم. وسيد حسن، ننتقل إلى فضائل السور إن شاء الله. فضائل السور وسورة أكيد جديدة وفضائل جميلة يتفضل بها الأستاذ عمار سالم الحلي. حياكم الله سيدنا، بارك الله بكم. اليوم إن شاء الله فقرتنا مع سورة القيامة المباركة إن شاء الله. نتكلم باختصار عن فضل هذه السورة، ثم الخواص، ثم الأثر الشريف أو ما يقال في أدبها الشريف. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بصير عن مولانا الصادق عليه السلام: من أدمن قراءة لا أقسم بيوم القيامة وكان يعمل بها. طبعا ننوه، كثير من الإخوة يقول إذا أنا أسوي فلان قضية مثل بعدد معين ممكن ما تصير، لا لازم يعمل بالسورة المباركة مثل في مضامينها في أفعالها. ما تطلب منه السورة مثلا قد أفلح من زكاها، تزكية النفس، هذه الأمور. سورة القيامة أيضا بها مضامين كثيرة من يعني إصلاح النفس والتكلم بالصدق وما شابه من ذلك. شوف الإمام يقول: وكان يعمل بها، بعثه الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبره في أحسن صورة، يبشره ويضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط والميزان. وعن كتاب مصباح الكفعمي ورد أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قرأ سورة القيامة
شهدت أنا، الرسول يقول شهدت أنا وجبرائيل يوم القيامة أنه كان مؤمنا بيوم القيامة وجاء ووجهه مسفر أي مبتشر على وجوه الخلائق يوم القيامة. أحسنت. أما بالنسبة للخواص التي والبركات لهذه السورة عن مولانا الصادق سلام الله عليه يقول قراءتها تخشع وتجلب العفافة والصيانة صون النفس للمحرمات وهذه الذنوب، ومن قرأها لم يخف من سلطان قط وحفظ في ليله إذا قرأها ونهاره إن شاء الله. كذلك في رواية أخرى ورد أن إدمان قراءتها يجلب الرزق وأيضا يجلب الصيانة وما شاكل. أما في أدبها الشريف ورد عن مولانا الرضا سلام الله عليه يقول أنه كان إذا قرأ سورة القيامة وانتهى أليس ذلك أليس بقادر على يحيي الموتى، قال عند الفراغ منها سبحانك اللهم بلا. والسلام عليكم أحسنت. ورحمة الله وبركاته. أحسنتم بارك الله أحسنت. فيكم شكرا جزيلا لكم. نعم أستاذ وهاج عندكم مداخلة مناسبة وحدة الموضوع فنسأل أستاذ فيصل لا أقسم بيوم القيامة. نعم. فحبنا لا شنو قصدك؟ تكون ما عاملة وما دالة على طلب فهي لا نافية زائدة يعني يعني أقسم بيوم القيامة. نعم نعم. أو لا أقسم بهذا البلد مثل ذلك. نعم أستاذ مصطفى نأخذ استراحة قصيرة بعدها سنكون بخدمتكم أيها الأحبة، والجزء الثاني الخاص بالمسابقة الفرقية اللي اليوم راح تكون وبحسب نظام التسقيط الفردي بين المثنى والأحبة المكفوفين. إذن تابعونا بعد هذا الفاصل. تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما حياكم الله من جديد أيها الأحبة أيها الأفاضل، نحن وإياكم وهذا الجزء الثاني من هذا البرنامج برنامج مائدة الثقلين وتحديدا المسابقة الفرقية. طبعا نبدأ بسؤالكم الخاص بكم أيها الأحبة بالمشاهد الكريم، نعرض لكم المخطوطة الخاصة بكم التي عرضناها بالحلقة السابقة، الآن هي أمامكم. الإجابة الصحيحة هي وأنه هو أمات وأحيا. أما سؤالكم في هذه الحلقة الخاص بكم أيها الأحبة، هذه المخطوطة الآن تعرض أمامكم، بإمكان الأحبة اللي يتعرف على هذه المخطوطة مراسلة صفحة معهد القرآن الكريم على الفيسبوك، وإن شاء الله تعالى ستكون الزيارة ليلة غد الحلقة الخاصة بليلة الجمعة المباركة. إذن هذه المخطوطة الخاصة بكم، ونشرع إن شاء الله تعالى على بركة الله. والمتصل الأول أستاذ مصطفى. بالتأكيد نوجه رسالة شكر لكل المشاهدين الكرام اللي جاي يشاركون معنا في هذه الفقرة، فقرة سؤالهم، وبالتأكيد توصلنا الكثير من الإجابات، وإن شاء الله نكون بخدمتهم في زيارة للمولى أبي الفضل العباس عليه السلام. اليوم معنا إن شاء الله منافسة قوية ما بين فريق المثنى وفريق المبصرين، كل التوفيق للفريقين. ونبدأ من المثنى والقارئ محمد زليف. السلام عليكم محمد. اللهم صل على محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذ مصطفى. رمضان كريم عليكم وعلى كل الأساتذة والأخوة في الاستوديو. سلمكم الله تحب. حياك الله حبيبي أبو جاسم، وصيام مقبول إن شاء الله للجميع. سيدنا حياكم الله. النص اللي صار من نصيبك أنت والأخ الآخر من المكفوفين هو من سورة الحشر المباركة الآية 18 و19 و20. اقرأ هذا النص بمقامي الحجاز ثم السكا، تفضل. يالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء، صدق الله العلي العظيم. نعم أستاذ فيصل تفضلوا. حياكم الله سيدنا. طبعا الأخ محمد من القراء المبدعين يعني، لكن اليوم في الحقيقة الأداء يعني لم يكن بالدرجة، فعلا لم يكن بالدرجة المطلوبة يعني. أدى مقام الحجاز بشكل جيد، كان في تكرار يعني زايد ببعض المناطق يعني من الحجاز، لكن بالمجمل كان جيد. والتحويلة للسيقا كانت يعني غير صحيحة 100%، كان فيها شيء من الرست كأنما انطلاقتها يعني، حتى الدرجة سيد ما متوافقة ويا درجة الحجاز اللي قبلها، بينما السيقا هو منسجم مع الحجاز يعني كانتقاله. في حين أحس صوت اليوم مستعد جدا يعني، أنا توقعت طبعا حتى جوابه للحجاز ممتاز، الجواب العالي كان جدا نظيف ورائع جدا ممتاز. لكن كنا يعني المشكله مو صوتيه، المشكله الصوت يعني جاهز تمام، المشكله بالنغم يعني بترتيب النغم، وتقريبا هاي المشكله عامه يعني صحيح، ترتيب النغم والنسميه يعني هذا ملئ يعني النغم يكون يحتاج له يعني بعد اكثر. لا يجوز حظ فريق المبصرين يعني، نتمنى له الموفقيه ان شاء الله تعالى. نعم اذا معنا الان اتصال ومتسابق فريق المبصرين قاسم صباح. السلام عليكم. حياكم الله أستاذ مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ورمضان كريم عليكم، تقبل أعمالكم. حياك الله حبيبي قاسم، صيامكم مقبول إن شاء الله تعالى. النص اللي صار من نصيبك أنت ومن سبقك هو من سورة الحشر المباركة الآية 18 و19 و20. تفضل وأقرأ هذا النص بمقامي الحجاز ثم السيكا. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله
فاطمئن الله خبير بما تعملون. احسنت. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم أحسنت يا قاسم، وجعلك الله إن شاء الله من أصحاب الجنة ومن الفائزين في كل حين. نعم أستاذ فيصل. سيدنا بالحقيقة يعني القارئ لو يلتزم بالأبعاد الأساسية للمقامات أفضل من أنه محاولة الإتيان مثلا بالجديد أو هاي الأشياء الغريبة وهو غير يعني متقن لها، لأنه تصير الغلطة بها أضعاف، يعني لأنه لا هي القديمة مثلا اللي مسيطر عليها ولا هي الجديدة اللي مأديها بإتقان. هسه الأخ يعني قاسم مو؟ قاسم نعم. هو يعني صوت جميل حقيقة، وداء حتى بالمرحلة السابقة كان هو يعني هو أنا أعرفه كل زين، يعني هو الولد يقرأ جيد وحلو، بس هاي يعني محاولات أنه يطفر الطفرة العالية وينزل ويرجع هو سببت عنده مشاكل. فبالتالي من ناحية الأبعاد ما كان عند المقامات مكتمل. إي يعني أعتقد يعني الآن فرق كبير، محمد واي أفضل كان أداء محمد زيف. يعني والله بعدنا ما لا ما راح نعلن النتائج، احنا عارفين اليوم ورد السلسلة اليوم ياهم ان شاء الله. مو هي هم بها احكام وتعلن. نعم اكيد 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 اكيد. نعم شيخنا بس سؤال صغير، بما انه مكفوفين الان موضوع الإعادة السريعة الخطأ هذا اكيد يعني قد يختفر. نعم نعم احسنتم جزاكم الله خير الجزاء. اذا سيدنا ناخذ اتصال فريق المثنى والمفسرة والمهتم بالتفسير عباس حنون. السلام عليكم استاذ عباس وحياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. لما سهلا استاذ، حياكم الله شيخ عباس، كل هلا بيكم، الله يتقبل صيامكم. الله يتقبل أعمالك سيدنا، الله يوفقك، أهلا وسهلا. الله يبارك فيكم إن شاء الله. أوجز معنى قوله تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. الآية المباركة تخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أهل مكة لم يأتهم نذير، ويقصد بهم قريش وقبائل العرب في الجزيرة العربية. وقسم من المفسرين قالوا لأن المدة والعهد بين الأنبياء وهو آخر الأنبياء عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مدة كبيرة من الزمن، ولهذا قال لم ينذر قبلهم، أي أن هذه الأمة هي أمة أمية لم تمتلك كتاب سماوي كما تمتلك الأمم الأخرى، ولم يأتهم نذير إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. ما الفرق؟ الله خير. ما الفرق بين الولي والنصير في قوله تعالى وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ تفضل. الولي هو الذي يتولى النصر من نفسه، وهو الذي يعين دون طلب. مثلا أنا ولي ولد الصغير أعينه دون طلب من آخرين. أما النصير فهو المستصرخ الذي يأتي لإعانة الإنسان بعد استصراخه، كما استصرخ الإسرائيلي موسى وجاء إليه ونصره على الخط. أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. نعم فضيلة الدكتور. أحسنتم أجاد، في الواقع ما شاء الله جواب تام. نعم
أعتقد لحد الآن المثنى يمكن أكون تقدم. قد نعم. أخذ الأسئلة سابقا. لا هو شيخ عباس ممن عودنا يعني تذكرون شيخنا شيخ عباس إيه ممن عودنا على الحضور. ها نعم هسه لحد الآن أنا راح أشجع المثنى هسه. هو أنت لين ازدادت حظوظهم يعني. إذن معنا اتصال من فريق المبصرين الأستاذ أحمد كريم المهتم بالتفسير. السلام عليكم أستاذ أحمد وحياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أستاذ تحياتي لك أحد الشيخ حسنين الغالي. حياكم الله حبيبي أحمد الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله تعالى. الله يتقبل أعمالك إن شاء الله رحمة الله عليك. سؤالكم الأول فيما يخص الإيجاز أوجز معنى قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. تفضل. عن هذه تحكي حال مشركي قريش أنهم عندما تصيبهم المصائب يقولون نحن لم يأتنا رسول، نحن لو جاءنا رسول لاتبعناه وكنا أهدى منها من إحدى الأمم يعني. نعم انتهت إجابتكم شكرا جزيلا لكم. ما الفرق بين كلمتي الخوف والحزن في قوله تعالى فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني؟ نعم هو الخوف على الأمور يعني المحتملة المتوقعة يعني، والحزن على الأمور الموجعة، فإنه يقول لها أنك لا تخافي عليه ولا تحزن، أنه لم يحصل له لا شيء يعني موجع مقلق ولا شيء مخيف على حاله يعني. ممتاز أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. نعم فضيلة الدكتور أحسنتم سيدي. في الواقع كما تفضل الخوف يقع على الحوادث غير المستساغة احتمالا، أما الحزن فيقع في الموارد القطعية. وقال بعضهم الخوف يطلق على الحوادث المستقبلية أما الحزن فعلى ما مضى. أما بالنسبة للآية الشريفة فلولا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، في الواقع تشير هذه الآية إلى موضوع دقيق وهو أن طريق الحق واضح وبين، وكل عاقل حاكم ببطلان الشرك وعبادة الأصنام وقبح كثير من الأعمال التي تقع نتيجة الشرك وعبادة الأصنام كالمظالم ومشاكلها، وهي من مستقلات حكم العقل، وحتى مع عدم إرسال الرسل فإن العقوبة على مثل هذه الأمور ممكن. أحسنتم جزاكم الله خير. أحسنتم بارك الله فيكم. إذن نأخذ اتصال فريق المثنى وهو المتسابق الأخير بهذا الفريق. حسين خليل السلام عليكم وحياكم الله، رمضان كريم عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حبيبنا أستاذ مصطفى عليك وعلى الأساتذة الأعزاء في لجنة التحكيم الموقرة وعلى جناب السيد حسنين الحلو، رمضان كريم إن شاء الله عليكم وتقبل الله يبارك فيك إن شاء الله. رمضان أكرم عليكم إن شاء الله، الله يتقبل أعمالكم. حبيب حسين اقرأ النص الآتي اللي هو من الإنشاد بمقام النهاوند آل الرسول يفوز من والاهم، تفضل إن شاء الله. اقرأ وأنشد بمقام النهاوند. الرسول يفوز من والاه ويفوز من به مقتدى واسترشدا، لكن من عاداهم وجفا وعليهم فيها هذه الدنيا تدا يلقى العداء ويلقى
ادوم في نار الجحيم مخلدا. احسنت يا حسين على هذا بارك الله فيكم والابداع. احسنتم استاذ محمد رضا تفضلوا. نعم طيب الله انفاسك حبيبي حسين خليل تروي علي. يعني ابدع في مقام النهاوند واعطانا ابعاد المقام، وصراحه هو هالايام مهتم بموضوع الانشاد والمديح، وانا اشد على ايده وان شاء الله نشوفه مبدع في المجالين القراني وال هو هالشرط هذا يعني اكيد هذا، لانه ما دام سمعت الشيخ قاعد بصفه ايه يعني اكيد التلاوه يكون ما تترك لا مع تترك هذا الجانب الابداعي اللي يخدم اهل البيت سلام الله. انا تفاجأت هسه بالجوابات العاليه، انا ممتاز. ما متعود على جواباته بعد ابننا وحقيقه درس عندكم ونتمنى له الموفقيه ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. احسنتم اذا ننتقل استاذ المتسابق الاخير نعم في هذه الحلقه مصطفى. وبالتاكيد سجاد علاء واكيد مشتاق السجاد علاء. السلام عليكم استاذ سجاد حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله سيد حسنين. هو هم مشتاق لك سيد حسنين. حسنين حسنين قلتها بنبر شديد خير خماك شي سجاد مسمع ذيك الحلقة. الله يبارك فيك إن شاء الله ويوفقك. نعم النص اللي وصلك قبل الحلقة هو آل الرسول يفوز من والاهم، نفس النص اللي كان نصيب من سبقك. اقرأ هذا النص وأنشد بمقام النهاوند تفضل. بالتوفيق الله. آل الرسول يفوز من والاهم ويفوز من به مقتدى واسترشد لكن من عداهم وجفاهم وعليهم في هذه الدنيا اعتدى وعليهم فيها هذه الدنيا اعتدى يلقى مغللاً ومصفداً ويدوم في نار الجحيم مخلداً. أحسنتم سجاد أحسنت يا جزاك الله خير الجزاء تعالى أن تخلد في النعيم وأن لا ترى الجحيم. حياكم الله يا فريق المبصرين تحية كبيرة وأنا سأكون مشجعا لهم لأنهم يعطونا درسا جميل. شكرا للمسابقة التي تجعلنا نرى هذه الطاقات الجميلة وهم يسيرون مع القرآن مع العترة، نراهم منهم المفسر ومنهم القارئ ومنهم المنشد، وهي رسالة لكل الأحبة أن كونوا مع القرآن. أحسنتم كلام طيب جدا، بس ليش أكدت على المبصرين وشجعهم وتباوعت لي؟
مو انت تشجع فريق المثنى؟ لا انا شجع سجاد كنت، بس اليوم لين المثنى كانوا اقوياء لحد الان شجعتهم، بس انا ابقى حتى لو مو اقوياء فريق المفصل لانهم اقوياء لا بارادتهم. طبعا تدرون يعني احنا علاقتنا خاصه بكل الاحبه المتصلين اللي ويانا، لكن المبصرين حقيقه لنا لطافه خاصه وياهم. والاستاذ محمد رضا شلون كان سجاد؟ والله صراحة أدانا في المقام المطلوب منه، يعني مقام النهاوند. نعم. بس ما أعرف اليوم وضعه غير طبيعي، يعني ما أعرف مكثر بالفطور ما أدري. أو احتمال متصل بمحمد عبد الشهيد. أقول لك مداخلة يعني. نعم. هو عنده هاي الخمس دقائق ترى سهلة، لأن أقل اتصال محمد عبد الشهيد خمس ساعات. أقل بصمة يدز ليها خمس دقائق. ما أعرف يعني. نعم. الأداء مالته يعني صح مقام النهاوند هادئ ورقيق وعذب. بس مو بهالطريقه هاي، شوي يكون شد الراد. احسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. نعم استاذ مصطفى. اذا مشاهدينا الكرام الاحبه جميعا، لنا عوده ان شاء الله وسنتعرف من يتاهل للمرحله الثالثه من هذه المسابقه، لكن بعد الفاصل. فاصل ونواصل الحديث ان شاء الله. طابت أوقاتكم أيها الأحبة أيها الأفاضل مشاهدين الأكارم متابعي برنامج مائدة الثقلين، بعد أن انتهينا من المسابقة الفرقية بموسمها السادس وتحديداً الحلقة الثانية والمرحلة الثانية مرحلة التسقيط الفردي. الدرجات راح تبقى عندنا بعد أن نرجع مرة أخرى إلى الفقرات العلمية والفقرات الجميلة الخاصة بهذا البرنامج والأستاذ مصطفى الدعامي. نعم سيد حسين، اليوم عندنا فقرة مهمة جدا تمس حياة الناس. الكل الآن يعاني من شيء من الضنك، شيء من الحسرة، شيء من عدم الراحة، القلق. أصلا سموا هذا العصر عصر القلق. طيب من وين يجي هذا الضنك؟ لابد أنه القرآن بيّن لكل شيء، والإسلام وضع خارطة الطريق للوصول للسعادة، بل هو دين السعادة. إذن عنوان الضنك كيف نتخلص من هذا إن شاء الله ما سيتفضل علينا به جناب الدكتور الشيخ منجد الكعبي. نعم شيخنا الفاضل تفضل. أحسنتم أستاذ مصطفى. في الواقع قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مسألة ضنك العيش يعاني منه جميع الناس تقريبا، معظم الناس في هذه الحياة الدنيا. والسبب يبين الحق تبارك وتعالى هو في الابتعاد عن ذكر الله تبارك وتعالى، في الابتعاد عن طاعة الله تبارك وتعالى. الذكر كما لا يخفى على أعزاء لا يعني بالضرورة أن يكون الإنسان ذاكرا بلسانه فقط أو بيده مسبحة معينة. الذكر هو حينما ينتقل هذا الذكر اللساني بالخطوة الأولى إلى الذكر القلبي، فيكون القلب ذاكرا لله تبارك وتعالى. وحينما يشتغل القلب بذكر الله تبارك وتعالى تنعكس إشعاعات هذا القلب على جوارح الإنسان وجوانحه، فتتحرك الجوارح الجوانح بذكر الله، أي حينما يمر الموقف المحرم تقول له الجارح هذا محرم، يصبح ذاكرا لله. اللسان لا يذكر شيئا محرما لأنه ذاكرا لله. العين لا تمر على شيء محرم لأنها ذاكرة. اليد هكذا، القدم لا تسعى إلى شيء محرم لأنها ذاكرة لله.
هذا الذكر لله يعكس حالة السلبية، يعني عدم الذكر حالة سلبية، الذكر هو الحالة الإيجابية. الحالة السلبية حالة الضنك، والضنك كما لا يخفى على الأعزاء هو ضيق العيش. كثير من الناس يعتقد ضيق العيش هو قلة المال فقط، أبدا ليس فقط قلة المال، بل هناك مشاكل نفسية، هناك السترس، هناك القلق، هناك الكآبة. لديه المال ويبحث عن السعادة ويدخل مستشفى من أجل النتاع. أحسنتم، لديه الكثير من الأموال لكن لا يملك السعادة، والسبب هو ابتعاد عن طاعة الله، يعني بعبارة أدق هو ابتعاد عن المنهج الإلهي، عن الخريطة الإلهية. طيب ما هو ذكر الله تبارك وتعالى؟ يبين الحق تبارك وتعالى بالاتجاه الآخر، ألا بذكر الله ماذا يكون؟ تطمئن القلوب. هذا الدينم المحرك للإنسان بذكر الله تبارك وتعالى يعيش حالة الاطمئنان، حالة الاستقرار، حالة السكون، حالة الهدوء التي اختفت عن كثير من أبنائنا هذه الأيام. جناب الشيخ، لعل اللي بينها الشيخ جواد النصراوي، القناعة وحدة من نعم الذكر. أحسنتم، أحد نتائج الذكر أن ينتج عن هذا الإنسان يكون قنوعا بما قسم الله تبارك وتعالى. فمسألة الظن مسألة عدم الاستقرار، عدم الهدوء، عدم السعادة يعيشها الكثير من الناس. يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الرواية، لابد أن نبين من جهة أهل البيت عليهم السلام، ما هو ظنك العيش؟ ويقول الحق: ومن أعرض عن ذكري، فيقول: من أعرض عن ذكري عن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فإنه يعيش المعيشة الضنكة. وهذه نتيجة طبيعية، لأن أمير المؤمنين هو القدوة والأسوة والمثال الأسمى في عالم الإمكان، فمن يعرض عنه، من لا يتخذه طريقا وحبيبا ومعشوقا، حتما يعيش حالة الضنك. طيب أنواع الذكر إذا يسمح الوقت، طبعا تسمحون أساتذتنا الله يحفظكم إن شاء الله، أقل من دقيقة، أقل من دقيقة. أنواع الذكر: حينما الله تبارك وتعالى يوصينا اذكروا الله ذكرا كثيرا، سبحوه بكرة واصيلة، التسبيحات، الأدعية، الصلوات، كلها أذكار. لكن حينما يسأل مثلا الشيخ بهجت هذا العارف، يقول: فتشت وفتشت وفتشت وما وجدت ذكرا أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكانت مسكا لهذا البيان الجميل، نقلتمونا ما بين القرآن وأهل البيت عليهم السلام، وهذه الختام الجميل، وفعلا كنا في مائدة للثقلين الشريفين. أحسنتم جناب الدكتور، شكرا جزيلا لكم. فعلا مثل ما تفضلت أستاذ مصطفى، ومثل ما وعدناكم أيها الأحبة، فعلا مائدة الثقلين ثري بالمعلومات اللي يطرحها أساتذتنا الأحبة جناب الدكتور وسماحة الشيخ جواد النصراوي، وأيضا الفقرات التي أعدت لكم أيها الأحبة من خلال الأحبة وشبابنا الأعزاء في مركز المشاريع القرآنية، وتحديدا قراء العتبة العباسية المقدسة في معهد القرآن الكريم. نشوف الفقرة اللي نعم أكيد. ننتقل الآن إلى الأستاذ وهاج العبادي. طبعا مشكور الأحبة في المخطوطات، يشكروك على تهيئة هذه المخطوطات وإن كانت بعضها صعبة. طبعا الخطاط الأستاذ السيد محمد المشرفاوي، تحية وخطة الرائع حقيقة، نحيي. اليوم شنو عندك بما يخص أمير القراء؟ حياكم الله سيدنا. اليوم عندنا الموهوب من محافظة البصرة، من أبو الخصيب تحديدا، مصطفى طاها، من طلبتنا الموهوبين مشروع أمير القراء الوطني، خصوصا الطريقة العراقية اللي هي الطريقة المميزة. نعم. فإن شاء الله نستمع رسالته وبعدها نرجع. أحسن. بخصوص مشروع أمير القراء الوطني، هذا المشروع المبارك إن شاء الله له فضل كبير علي، ومن خلال رحلتي اللي استمرت بي 4 سنوات تعلمت دروس كثيرة جدا. إن شاء الله تعالى نسمعكم مقطع من إحدى التلاوات اللي أخذناها بالمشروع. وجنات تجري من تحت تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى
للمتقين. أحسنت يا مصطفى على هذا الأداء وهذه الرسالة الجميلة وهي جاءت من البصرة. أما الآن أيها الأحبة فسنكون مع مسابقة قراءنا وأحبتنا الضيوف الدائمين الحضور وبالتأكيد هذه الفقرة التي يحبها الكثير من المشاهدين. إذن سيد حسنين خدمتكم وخدمتهم إن شاء الله تعالى. نعم سؤالكم الأول يقول إذا كنت جاهزين اسم سورة الكلمة المفتاحية المساعدة الحوت. اليوم عندكم كلمة مفتاحية مساعدة تساعدكم على معرفة الاسم الحوت. اسم سورة وسورة الكلمة المفتاحية المساعدة لها الحوت. نعم استاذ وهاش. أي نعم. استاذ محمد المخرج عرفها. محمد نعم هم جاوبوها ولو بعد حين. نعم. بس ممتاز. اليوم شيخنا جماعتي خط حلو الأصدقاء الأعزاء هم خط لطيف جدا وهم محرك وهم سريع. أسرع أيضا فائزين حتى سؤال ثاني نعم لا نعطيهم السؤال بس هنا أشوف النقطة واحدة هنا صار بونس. وصلوا احنا قلنا اللي وصل أسرع. الكلمة المفتاحية المساعدة الفأس. الكلمة المفتاحية المساعدة لهذه السورة الفأس. للتوضيح الفأس. الفأس. الفأس لو البأس. الفأس. نعم عندكم خمس ثواني. يلا وهاش خمس ثواني تعال ما يخاف مقبولة. أحسنتم. نعم شلون عرفتوا؟ أحسنتم يقولون المسد. ها إبراهيم. نعم أحسنتم. أحسنتم. أحسنتم صح انتهى الوقت. أستاذ محمد نعم. يقول خارج الوقت جواب أستاذ فيصل لكن فعلا نعم. إبراهيم جواب صحيح. سورة إبراهيم. المسد؟ يتعلق بي الفأس. الفأس إبراهيم حطم تلك الأصنام ونسأل الله يوفقنا لتحطيم أصنام الناس. أنا طبعا من البداية تشجعكم بس بعد فراغ عليهم. نعم سيدنا اليوم راح نعلن النتائج. نعم. بدون أن نشلع قلوبهم أو نتعبهم. يلا إن شاء الله. إذن مشاهدينا الأكارم فريق المكفوفين حصل على 87 درجة وربع الدرجة. أما فريق المثنى فقد حصل على 85 درجة فقط وبالتالي أهلتهم ذن الدرجتين أن يكونوا حاضرين معنا في هذه المرحلة. إذن هذه نتائج المرحلة الماضية. أما نتائج هذه المرحلة فهي مع السيد حسنين. أحسنتم. من هو الذي سيتأهل معنا إلى المرحلة القادمة فريق المبصرين أو فريق المثنى؟ نعم فريق المبصرين أو فريق المثنى هو الذي حصل على المركز الثاني في المرحلة السابقة لكن في هذه المرحلة حصل على 93 درجة وربع الدرجة وكان أولاً في هذه الحلقة على المبصرين الذين حصلوا على 74 درجة وثلاثة أرباع الدرجة. إذن مواجهة جميلة فيها رسالة طيبة أيها الأحبة. تأهل فريق المثنى والمبصرين كانوا وسيبقون إن شاء الله مع القرآن. أيها الأحبة حتى نلتقيكم من جديد إلى ذلك الحين أستودعكم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.